صحيني الساعة 7 الصبح عشان عندي طيارة. اوكي. You are late. في طيارة. السلام عليكم يا عمار يا مصر يا عمار. السلام عليكم. دي الطيارة اللي حصيت. الله أكبر الله أكبر. محجوز يا أختي ولا فاضي؟ اقعد يا كوثر. مش قلت لك يا أبو سامية؟ اقطع فيرست كلاس وافرد ظهرك ورجلك ولا تقطعش بيزنس واللي قدامك يقعد على حجرك. أنا أكره القليل حتى في الحياة. يا أختي مش دي الطيارة اللي راح أصين؟ أيوة يا فندم، والترانزيت هيبقى في مطار شارل دي جول. قال لي قولي لي كرسي المعلم أبو سامية صح كده يا شابة؟ ممكن أشوف البوردنج بتاع حضرتك إيه؟ بوردنج إيه يا أختي؟ هو إحنا لسه كلنا عشان نحلي إيه؟ وأنا أختي وحياة أبوكي عايز عيش بغموز وكوباية شاي. أرجوكي أنا فرضك، أنا مش هقدر أقعد جنب دول 5 ساعات، أنا ممكن يجرالي حاجة. وحياه اغلى حاجه عندك انت، كوافيرك اسمه ايه؟ اساس. وحياه اساس تنقليني في اي حته تانية ان شاء الله في ظل الطياره. انا اصلا فهمت ان الطياره كلها كومبلي، بس هشوف اقدر اعمل حضرتك كوبي. ارجوك. ابويه تعالى. عاوز العب جيم. عايز تلعب ايه؟ على الدم. تلعب على ايه؟ ده ايه يا اختي؟ انت بتعملي في الواد كده ليه؟ لا دي عيال متربيه على الغالي. ودي بتعمل ايه دي الاخرى؟ طب ما يقولوا لنا نتشاهد احسن. يا اختي ما تسترجلي امال، مالك طريه كده؟ شايفه البنت المضيفه؟ بميت راجل راحة جاية راحة جاية صحتها بوم. أشوف فيك يوم كل أعوذ برب الفلك. النهاردة الخميس نجمة خفيف. طنط أنا عاوز أدوس. هش هش روح العب بعيد. أنا عاوز أدوس يا أختي، ما تسيبيه يدوس ولاك منه جديد وغالي. يخيب بيتك. مالك يا اختي متعنطز على ايه من ساعه مركبنا؟ طبعا ما انت حاطه لي الاحمر والاخضر وعامله لي بقك ومصغره لي مناخيرك ونفخه لي. لا يا حبيبتي كل ده طبيعي، انت عارفه اللي انت بتتريقي عليهم كل ده متكلف كام؟ على شؤنا يا اختي، فلوسك راحت على الارض، ده هم اسبوعين رضاعه وهتتحصري على المصاريف. هو انا عبيطه؟ بالمناسبه بنصحك باللبن الصناعي بيوفر في العمليات. ضحكوا عليكي يا اختي، ما انت ما شفتيش صورتي وانا كان فيه في حلاوتي اهو. اتفضلي. ايه ده؟ واو دي انتي؟ وايه اللي حصل لك؟ دخلتي في تريلا؟ لا يا اختي دخلت في المعلم. طبعا ما انت اللي يدور عليكي يلاقيكي ما انتش متجوزه، لا عيل ولا تيل ولا رضعه ولا بامبرز ولا قرف. الهي يا رب اشوف فيكي 10 ايام وسط العيال والرضعه والتطعيم وراجل شهرين وكرشه يتدلدل وحاله يتقندل وشخير واصوات طول الليل اشي من مراخير واشي من الحته التانيه. اوه برافو برافو. عايزه انام بقى. نامي نامي يا اختي، ما انت ضامنه انك هتصحي متهنيه، لكن لو عارفه انك هتصحي زيي ما كنتش افتريتي على مخاليق ربنا. خلاص انا عندي مؤتمرات وشوبينج. شوبينج للركب. سينيهات شوبينج. نامي يا امو شوبينج. نامي يا امو سينيهات ومؤتمرات. نامي. يا بلبل بلبلة يا بلبل
عايز اكبر يا حبيبه حملود. والعيال دي مش هتروح المدرسه ولا ايه؟ كنت وحش امبارح يا بنت اللذينة. صينية عايزة تاكل. ماما ماما صينية جعانة. صينية مين؟ دي. الله حلو قوي. يلا حبيبتي يلا صرفي صرفي. مش برضو؟ واو كابوس 3D. عشان نلحق ننزل. بلبلة أسر عايز يغير ويرضى. أسر مين؟ ماما يا ماما. عمر مين؟ ماما مين؟ يرضى إيه؟ مين دول؟ إيه في عصاب؟ الناس دي ليه؟ أنت متعرفني أنت ولا مجنون؟ مجنون؟ تالت 100 مرة معايا بالهزار السخيف ده فاهم ولا لأ؟ استغفر الله العظيم يا رب. أنت أمنتي؟ يا رب مش قادر رد عليك. امي بقى امي. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. اعملي لي قهوه يا سميكين. انا بابا ماما شكلها ماتت ولا ايه؟ ايه؟ خير يا دكتور؟ المدام حامل. حامل؟ احنا مش قلنا نبطل شقه وعفرطه بقى بعد اسر؟ عملتوها انت اللي يا نعمه. حقيقه يا دكتور حامل؟ ايوه ايوه اعمل عبيطي انا بقى. ونبي يا دكتور افرح. انا هفرح. ها افرح انت متاكد؟ يا ابني هو انا سباك صحي؟ بقول لك حامل حامل. ربنا يخليك يا دكتور. يا رب انا هروح افرح ماما بقى. مبروك. يلا حبايب بابي. ماما السلام عليكم وابي وفاي والبنين ان شاء الله. يا الله يا مدام. مدام مين؟ يا مدام ده ممكن حضرتك تسيب الزكتة؟ حاضر دكتور. ممكن حوار على انفراد؟ قوي قوي. بس انت هتزعل مني؟ لا طبعا. وهي دي حاجة تزعل؟ وانا صحية؟ اه والنعمة؟ طبعاً. طب حضرتك خارج برا؟ اه. ممكن تقول لهم إن الأنسة نايل حلواني اتخطفت. أنسة مين؟ إذا كان أنا مولدك ثلاث مرات قبل كده. مولد مين أنت يا؟ مولد مين يا؟ ها؟ مولد مين؟ ده أنت آخرك دكتور بيطري تبص على الفراخ وهي بتبيض. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه البرتقالي الكتير ده؟ المركبة دي؟ انت مولدنا ثلاث مرات. ايه اللي عمل فيه كده يا دكتور؟ لا ابدا ده حاجات عاديه يعني توترات حمل يعني خدنا على كده 100 مره. هي بس عايزه حقنه مهدئه وحد يخرجني من هنا. السلام عليكم. خليك انا عارف طريقك. كان الله في عونك. بلبله انا مش مصدق نفسي هموت من الفرح. عمر ودي آزر ودي ملوكة ودي البيبي بيبي 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 اللي خدها. أنا هطير من الفرح يا بلبلة. طب ما تطير. طب هطير بقى على الشغل ساعتين كده واخد إذن وارجع لك على طول. عارفة الحمل ده حصل إمتى؟ لا ما أعرفش. أنت عارف؟ طبعا. فاكرة يوم ما بعتنا عمر وملك عند أختي؟ لا مش فاكرة. ونايمنا آسر. آسر مين؟ صحتنا على المطبخ وانت بقى بتعملي العشاء. جيت انا بقى و يا شيخ في المطبخ كنت رهيبه وسط الحلل. وسط الحلل؟ ويا ترى كنا طابخين ايه اليوم ده؟
يوميها بقى بالبولة كنت عاملة لنا صنيع. سمعت كل حاجة. أنا عايز أعرف إيه علاقة البيبي في مطنك بالحلل؟ طيب يا أبو البولة شوفي بقى عمر عايز إيه وأنا رايح الشغل. طب ضحتي. امشي يا حلل بابي امشي يا أنا هقول لك الحلل.